طبعا الحمد لله كل يوم نبدو بدير الخير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله عز وجل في كل مكان من ترابنا الجزائري العزيز ومن ترابنا الوطني الكبير أحييكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا أردت أن أعلق على ما وقع في هذا الأسبوع من خروج الفريق الوطني لكرة القدم من بطولة كأس إفريقيا وشتنا يعني ناس زعلت وزحفت وحزنت وهذا شيء طبيعي لانه اليوم كره القدم اصبح لها تاثير كبير في شعوب العالم. ولكن حبيت نقول لانه شت الكثير من الناس الذين يعلقون والكثير من اخواننا في بلدان اخرى عربيه تشفوا في خساره الجزائر الحبيبه التي هي حبيبتهم وشقيقتهم وجارتهم. حبيت نقول ان هذه اولا هي مجرد كره فيها الخساره وفيها الربح. الشعب الجزائري وليجون تاعنا خاصه ما تنسوش بلي هذا الفريق فرحكم ثلاث سنوات خمسة 35 مقابله ما خسرتوش جبتوا كاس افريقيا جبتوا كاس العرب كنا كاع وزير السعاده وسيب الماضي وفرحانين لما نخسروا مره ممكن نقلبوا او ندوروا لا لازم نقعدوا واقفين مور الفريق الوطني لازم نقعدوا داعمين الفريق الوطني ولازم دائما نكونوا نشجعوا في الفريق الوطني وان شاء الله تبارك وتعالى مازال ان شاء الله ايام امامنا ولكن حتى ولو كانت خساره وخساره هذا الشيء ما ياثرش علينا احنا مؤمنين ولهذا انا حتى منشور يعني قارنت يعني بيا قضيه الثمره لان عندنا اخفاقات كثيره وهزائم كثيره في تاريخنا هي اللي زادت عطاتنا القوه وإحنا شكون هو القدوة تاعنا محمد عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وبالتالي انا جبت على غزوه احد وكان بزاف معلقين قال لي كيف في زي زي يعني يقارن بين غزوه وبين كره قدم اولا هؤلاء يجهلون ما هو تاثير كره القدم اليوم في العالم ماليا واقتصاديا ويعني وقضيه الاتباع و وثانيا كان وقعت هزيمه الناس يعني اه انهزت نفسيا نضرب لهم مثل بالقمه لان احنا القمه اللي عندنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي السيره النبويه هي كتاب ربي عز وجل ولهذا هذه الهزيمه تاع الغزوه هي اللي فتحت الاب كل الابواب نحو الانتصارات حتى ربي قال لهم في القران ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين فبالتالي لازم ما نقنطوش لازم ما نحزنوش وخاصه ما نتغيروش في سلوكاتنا واخلاقنا هي كوره كما قلت ولهذا وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وزيد سمحت اليوم اللي الملعب ما يلعبوا فيه ما تبقى من البطوله هذا دليل على ان الارضيه تاعو مش كل الاجواء ما كانتش مليحه كل تحذير احنا احنا شتناه باللي هذا شر ولكن ربما فيه خير ان شاء الله تبارك وتعالى باش نحط رجلينا في الارض ونخمو في المستقبل النقطه اللي عندها علاقه بهذا المحور شت انا بعض لي فيديو تاع في المغرب يعني تشفاو في الجزائر ويقولوا كلام وكلام وكلام نقول لكم احنا مش كيفكم، مشي كاع المغاربة حاشا، احنا مش كيفكم، احنا نتمنوا لخوتنا المغاربة إن شاء الله مشوار جميل في هذه الكأس، بنتمنوا لهم إن شاء الله ياخذوا هذه الكأس، ولخوتنا في مصر كذلك وكل إخواننا العرب والمسلمين نتمنوا لهم إن شاء الله النجاح، ورانا ندعموهم اليوم أنا تفرج نتفرج نشجع نشجع الفريق المغربي ولا نشجع الفريق المصري، للأسف كذلك تونس راحت، يعني ما عدناش مشكل، لأن نحن إنما المؤمنون إخوة، احنا مؤمنين وخاوة وأشقاء مش بولا معمره بالهواء هي اللي تفرق بيناتنا وربي يهدينا جميعا ان شاء الله تبارك وتعالى ونتمنى للامه العربيه والاسلاميه تنميه اقتصاديه شامله وتنميه سياسيه شامله وتنميه اجتماعيه شامله وقوه ان شاء الله تبارك وتعالى بحيث نرجع ان شاء الله امه كما ارادها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اذا في الختام نقول 1 2 3 فيفا لارجيري مازال معك يا الخضراء مازال معك يا الجزائر وربي يوفقك سي بالماضي ويوفق كل الفريق الوطني ان شاء الله الان الهدف هو ان شاء الله في مارس لاكوب دي موند وبربي ان شاء الله بربي ان شاء الله بربي إن, برب ان شاء الله تبارك وتعالى ندينوا نتائج جميله لان التيرا مش كيف كيف وكاع الاجواء مش كيف كيف واستنوا شان نقول لكم مازال تكون ان شاء الله المفاجات اللي عندنا عندنا فريق قوي وشباب مليح الحمد لله رب العالمين ارجعوا معايا خاوتي من بعيد يعني اليوم ان شاء الله هذا اليوم نيميرو سبيسيال يعني هي حلقه خاصه حبينا باش نطمئنوا كل المحسنين والمحسنات اللي راهم في مشاريع الابار وكذلك عندنا حالتين مرضيتين اللي راهم رايحين ان شاء الله نفوتوهم معنا باش نقول ما نقعدوش غير في الحالات الاجتماعيه وانما كذلك ندخلوا الحالات المرضيه الخفيفه يعني اللي ما تتطلبش اموال طائله ولا اللي ماهيش عندها يعني حالات ميؤوس منها طبيا فمعنا الحاله الاولى اختي يعني هذه شعر اثرت فيها هذه البنت المباركه اختي بشيري زينب 21 سنه من حاسي بحبح يعني ولايه ولايه الجلفه كنا تلاقيناها ومحتاجه الى عملية جراحية لأن عندها يعني مشكل على مستوى الجهاز التناسلي والبولي وتعاني مسكينة وخاصة تعرفوا يعني نفسين كيفاش تكون هذه البنية ولكن ما دام كاين إن شاء الله بربي عز وجل نكونوا معها ونوقفوا معها وترجع إن شاء الله طبيعية كما كامل الجزائريين والجزائريات معايا بنتي طبعا بشيري زينة تفضلي مرحبا بك أختي مرحبا للأسف على قضية الكورونا ما نقدروش تفضلي السلام عليكم واش راكي بنتي لاباس بخير لاباس عقلتي عليا نهار تلاقينا في حسي بحبح إيه؟ بح. الحمد, الحمد لله الوالد بخير العائله كامل لاباس الحمد لله رب العالمين اذا من وين تركي تعاني هكذا من اللي من نهار اللي زدت فيه من ليزتي يعني هذه تشوه خلقي تشوه خلقي ايه زدتي به هذا المرض ايه وقريتي حتى الان راكي واصله في السنه الثانيه ثانوي ثانيه ثانوي احكي لي شويه على الظروف النفسيه الظروف العائليه وانت بهذا المرض يعني المعاناه تاع الوالدين هذا المرض انت... اصلا هو اللي كان عائق باه ما نقراش شغل كان لي مشكل في القرايه تاعي شغل بعيده من المدرسه اللي نقرا فيها اثرت عليا شحال بعيد عليكم المدرسه؟ 50 كيلو وانتم عائله فقيره يعني اي عائله فقيره باباك يعمل؟ فلاح فلاح مسكين صغير راني يعني عاقل وين بديتي يعني المشوار تاعك مع العلاج؟ كان عمري ثلاث سنين درت اول عمليه في الجلفه ثلاث سنين درتي اول عمليه في الجلفه ايه ايوا ما نجحتش ما نجحتش بس عاود في الجلفه عمليه سمحي لي ما نجحتش على زعما ما اصلا بيبي بي مش متمكنه كجول غا دارتها صح اذا هذه العمليه الاولى ما نجحتش من بعد في الجلفه وي كان عندك من عام من عاودتي الثانيه؟ ربع سنين كنت عندك ربع سنوات إيه. يعني عام من بعد اي عام بعدها درتي العمليه الثانيه ثانيه, ثانية. دائما في الجلفه خطرتين في الجلفه وربع خطرات لا سمحي لي رانا في العمليه الثانيه درتيها إيه في الجلفه, الجلفة. اي ثاني ما نجحتش اي ومن بعد هذا الطبيب سمحي لي قعدي معايا في العمليه الثانيه ما نجحتش اي ما نجحتش وقالوا لك بلي ما نجحتش يقولوا لك ما نجحتش وقت شغل باينه ما كانش نجاح ما كانش النتيجه يعني إيه؟ زيدي ومن بعد بعد هو انت واش كا واش كان واش كانت حالتك لما شتي بلي عمليتين وما نجحوش وانت هكذا بنيه صغيره كنت صغيره ما نجحتش اصلا ما نعقلش خلاص ومن إيه. بعد العمليه الثالثه وينتا؟ في الجزائر وش علي عندك كان عندك من سنه؟ خمس سنين وغير خمس سنين وثاني كنت صغيره ما تشوفيش إيه. درتي العمليه الثالثه درت ثلاث عمليات على بعضهم كشغل مك... فتره قصيره نعم ايه. اخر عمليه كانت عمري ست سنين اولا ث... ابتدائي نعم ايه من جهت. كنت دخلتي الابتدائي ايه درتي العمليه هذه اخر عمليه بعدهم كل ما نروح للطبيب يدير لي روطار تفضلي تكلمي إيه، تكلمي تكلمي كاع واش حسيتي إيه؟ واش كي كنتي والمشوار تاعك تفضلي دير لي روطار الشغل أه اصلا ما كانش نجاح لانه كان علاش انا على اساس انه كان لأنه،, لانه لانه كاين الالاف كيفك في الجزائر يعانوا إيه؟ ويبقوا يروحوا من مستشفى لمستشفى ومن مخبر لمخبر انا نعرف بزاف باعوا الحدايد تاع يماتهم باعوا باعوا الكرار تاع وقعدوا مساكين من بلاصه لبلاصه 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 ومن بعد ما كانش نتيجه مشي كاع ولكن بزاف ناس اللي كيفك لهذا لما اليوم نتكلموا هكذا ويسمعوا فينا المسؤولين على القطاع الصحة يسمعوا فينا الأطباء يسمعوا فينا ربما نلقوا ضمير ربما نلقوا ضمير حي يعاود يستيقظ ويعرف بلي رانا مع مع بشر مع انسان مش مع اله ولا مع حديده لانه لا تاعكم ما ما يعرفها الا ربي سبحانه يحس بها غير انتم ولا الناس المقربين منكم اذا زيدي كملي من بعد العمليه عندي امل قال لي في ذيك الفتره اقعدي من 18 عام بعد نقدر ندير لك العمليه ومن بعد رحت له كي كان في عمري 18 عام راح الوالد تاعي أه شغل دائما ندير له روطان ومن بعد رحت انايا وقتها كان عمري 19 عام نهارها عطاني دوسي تاعي قال لي ما نركش كيفاه ندير العمليه من 6 سنوات حتى 19 عام إيه؟ كنتي تواصلي في العلاج ولا, ولا؟ إيه كنا كان بابا دائما يروح ويرجعوه عطيلو و... امل بلا فايده واش يقولوا له يعني من يرجعوا واش يقولوا له صوال يقول له راه عندنا عمليات راه شارج كلش هذا هذا في المستشفى اللي دارته الدوله الجزائريه إيه. للفق يعني للناس المحتاجين يعني يعني إيه. الصحه العموميه كما نقولوا إيه. يقولها روح واللي مازال هكذا حتى 19 سنه إيه. هذا السبيطار اصلا تاع من 18 لتحت اه وقتها رحت شغل قلت لبابا خلاص شوف كيفاه 19 عام راني فوت 18 ديجا رحت لي كان عمري 19 عام 2019 مد لي الاخر قال لي ما كاش كيفاه، مد لي دوسي تاعي قال لي ما نقدرش ندير العمل من ست سنين تاع تسع سنين في المدرسه إيه؟ كي كنتي تقري دير لابوش كوش بليكوش إيه معليش معليش دائما من اللي زدت الضحكة ان بالعكس يعني هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى سبحانه عادي الحمد يعني لله يعني واش من قدره عطاها لك ربي عز وجل باش تبقي يعني العزيمه اللي عطاها لك ربي وتبقي تقري وانت بليكوش وتروحي وتشوفي اللي معاك ما كنتيش نقرا اصلا بسبت هو اللي شجع فيا يعطيه الصحة إيه. تحية عند ديك ديك الـ الـ نقص إيه. عند أصلا نقرا هذا الأب الكريم. نقص هذاك واللي مخليني كشغل طار في القراية تاعي. هو اللي مخليك الروطار وعاودتي إيه. سنة وكذا. و إيه. وكيفاش جيتي البرنامج يعني؟ واش واش هو الأمل تاعك؟ الأمل إن شاء الله ندير هذه العملية وننجح. وين كاين؟ شغل المشكلة المشكل تاع الكوش. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. والعملية وين رايحة ديريها؟ أنا ما كانش نجاح قالوا لي نجاح في تونس. شكون اللي قال لك الأطباء؟ الطبيب هذاك. لي النجاح تاعك في تونس الطبيب تاع الجيري ايمونس إيه؟ العظيمه الكبيره قال لك باللي النجاح في تونس. تونس وان شاء الله تنجح باذن الله عز وجل إن شاء الله يعني. يعني تونس نعرف بركاين بعض الامور يعني اللي شويه متطورين فيها الحمد لله نتمنى ان شاء الله لبلادنا يا ربي انا شفت مؤخرا رئيس الجمهوريه يعني راهم بداو اعاده النظر في المنظومه الصحيه في البلاد لان متالمين منها ان شاء الله يكون الخير من متالك ما يروحوش الاير ولكن انت مادام جيتي للبرنامج ان شاء الله, الله. الله. رايحين يوقف معك البرنامج ان شاء الله تعالى ان شاء لتونس ان شاء الله ونتمنى كما اليوم ترجعي لنا بلا يعني تجري بلا 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 حاجه انسانه كباقي كباقي الاخوات ان شاء الله ان شاء الله واش تقولي للشعب الجزائري واش تطلبي منهم واش؟ نطلب من المحسنين يديروني كبنتهم ويشوفوا في الحاله تاعي مع ان العمليه مش غاليه بزاف يعني قالوا ماكسيموم قال لي 120 مليون 120 مليون ماكسيموم ايه اه غير بغيت نقول خاوتي لانه احنا كنا موقفين الحالات المرضيه وربما يقولوا هذا بدل برنامج حالات مرضية احنا الان حالات مرضيه اللي تكون من 150 مليون او الاقل يعني واللي نعرفوا باللي النتيجه تاعها تكون موجوده بعون الله تعالى والا كاين الاف الملفات الطبيه اللي البرنامج ما يقدرش يحملهم كامل وخاصه هذيك الامراض الثقيله يعني اللي مالادي لورد هذوك اللي ما عندناش الامكانيات باش نديروه آه برك حبيت بنتي آه زينب بغيت نفوت هذا الرساله لكل اخواني واخواتي في الداخل والخارج الناس اللي فيهم الخير الناس اللي يحبونا ويحبوا هذا البرنامج والناس اللي يحبوا الجزائر اولا ويحبوا ربي عز وجل ان شاء الله توقفوا مع اختكم هذه وتتواصلوا معنا عن طريق السي سي بي ولا عن طريق الهاتف مع الاخوات المكلفات وان شاء الله زينب بعون الله تبارك وتعالى نبعثوها تدير العمليه وترجع ان شاء الله مريحه بعون الله تعالى ما خصها والو قولي لنا اخر كلمه توجهي بها للشعب وال والوالديك المساكين والباباك هذا اللي اول حاجه نشكر بابا تعبت وم. تحب ياسر والله غير شتو شجاع ذاك الراجل هذاك ما شاء الله عليه نشكر كاع الناس كاع شا... الشعب اللي راه يدير الخير ويفتح بيبان الخير للناس الحمد لله نشكركم تمثالي الحصار كشغل تفتحوا ال... بيبانكم في وجوه الناس ت... تساعدوا فيهم اللي يدير عمليه تفتحوا له ان شاء الله يا ربي ما مت... 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 مسحي دموعك بنتي زينب ان شاء الله يكون غير خير بعون الله وديري عقلي شوفي فيا رفدي راسك رفدي راسك ما تحطيش راسك عمرك ما تحطي راسك احنا دائما في دروسنا لان متوكلين على ربي عز وجل وبربي ان شاء الله تعالى تعاودي ترجعي لهذاك البلاطو وانت انسانه عاديه والعمليه ناجحه ان شاء الله تبارك وتعالى هذه هي ربي يوفقنا جميعا ان شاء الله ونقف مع اختنا وبنتنا وكل جزائري يقدر يوقف مع جزائري يوقف معه والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه وسنستقبل ان شاء الله الحاله الثانيه ولكن بعد هذا انجنجل فلا تبتعدوا كثيرا اذا مرحبا بكم اصحاب القلوب الرحيمه انتم اللي تاجروا مع ربي سبحانه وتعالى وترجون عنده الخير الكثير اليوم كذلك معنا هذه الحاله المرضيه الثانيه اللي هي حاله الشاب زكريا بن تومي عنده انجون مسكين عنده 21 سنه جاي في الحياه هو من دائره حاسي الرمل ولايه الغواط وعنده مشكله في الرجل تاعه. يعني من اجل المشكله اللي عنده تاع الاعصاب وكيما راكم تشوفوا طبعا راه معايا راه في معايا ولدي زكريا السلام عليكم. السلام عليكم السلام يعني انا إن نهضر ما نهضرش كيما غادي انت تعبر على المعاناه اللي تعني فيها. فيه واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. وصلتوا بخير من الحمد لله. اليوم راك في بلاطو وفعل الخير مرحبا بك. بك وهلا ربي يجازيك ان شاء الله وشرف ليا. والله شرف, شرف لينا احنا ربي عز وجل دارنا خدامه دا عندكم. فهو شرف لينا لان ربي يتقبل منا جميعا ان شاء الله امين يا رب ان شاء الله احكي لي زكريا على منذ البدايه يعني تاع المعاناه تاعك منذ البدايه من كان عندي تسع سنين عندي رجل اليمنى ما نحسش منها من هذه الجهه التحتانيه كامل ما نحسش منها قبل تسعة سنين كنت تحس بها عادي لا لا كاع من من, بكري شغل ما كنتش ما كانش على بالي باللي راني ما نحسش بها بيا صغر و حتى صرا لي بروبلام دخلت لي ابره مننا خرجت منها صح ما فقتلهاش حتى جيت نحي في صبه بيتنا نعالج عليها انت اولا ان اسمح لي شحال تعيشوا في العائله انتم شحال خوا. احنا خوا ربع بنات وثلاثه دراري والوالد مسكين والوالد متقاعد كما نقولوا عامل آه بسيط ايوة. ما عامل بسيط يعني ما عندهمش امكانيات باش يدير آه ايوه الحمد لله ايوه تفضل من بعد واش صرا؟ ومن بعد بديت نجري شويه تحركت منها رحت لبليده رحت لغردايه رحت لاخر لا اسمح لي وين بليده غردايه يعني مستشفيات المستشفى تاع فرونس أسم... ولا فرونس إيه؟ آه, ايوه ومن بعد بدات تاثر عليا بدا واحد وواحد الجرح كراعي يتحل منه جرح يخرج منه عظم حشاك يفوح ومن بعد توجور اه تسمى الرجل تاعك يخرج العظم ويبقى إيه فوق يخرج العظم يتحل الجرح يخرج منه عظم حشك فايح بعده يضرب شهرين ثلاثة شهور يعاود يعني يتخيل يتسكر وحده كنا ندي ندير له في الدواء منه أيه. يعود يعاود ثاني كيما ست شهور سبع شهور يعاود ثاني يعاود ومن بعد البليده وين وين عاود رحت؟ ومن بعد من بليده الامور الماديه تعرف ما تسمى ما... إيه باش تروح ديبلاسي وترونسبور آه هذاك ما تحركش كاع ما زدتش جريت عليها حتى ولات زدت اثرت عليا درك كي لحقت 19 ها ولا راش ما ميتشد ليش ولا لي. فيس من سنين حتى 19 عام وانت في هذه المعاناه ايه ها شغل والفتها وخلاص قلت نعيش بها شكون في الدار اللي نقيلك لك اللي يرفدك اللي يعاود عندي يما بارك الوالده ايه الوالده ربي نحيوها تحيه ليها الوالده ربي يحفظها ان شاء الله ربي يحفظها شامع. ان شاء الله هذه ومن بعد كي لحقت 19 ولا راش ما ميتشد سمى الاعصاب عليك حتى آه ايوة الجهاز الجهاز كي كبرت, كي كبرت العمود الفقاري هذاك الاعصاب تاعو تكسلوا شويه زادوا تزيرو. بدا ياثر عليه والان هذه الفتره ما راكش تحت الرعايه الطبيه ولا يعني ما كنتش تشوف طبيب ويتبعك ولا لا 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 درك شفت الطبيب كي الطبيب قال لي يا ودي عندك العمليه هذه نديروها لك ولكن قالوا لك العمليه ما, ما, ما تنجحش لا لا هذه العملية اللي قلت لك تاع بير مراد رايس. ايه تسمى في البليدة قالوك ما تنجحش في بير موراد رايس قالوك تنجح. اه ايوا هذيك هذيك في, في 2009 ودركا رانا في 2022. 22 ايه قال لي العملية تنجح لك وبالصحة واش هي المشكل اللي يتحل ولا ما يتحلش ما على باليش دركا حنايا العملية هذه اللي راح نديرها الأعصاب اللي اللي ماتوا راهم خلاص راحوا واللي مازالوا حيين. <أمي> هم ينقضوهم شغل ما ي... الاعصاب اللي حيين كينقضوهم يعني رجلك ترجع؟ رجلك هذه ما معليش نقدروا نشوفوا رجل تاعك معليش معليش شوفوا لينا الله يجازيك مش, مش مشكل مش لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصغر كانت هكذا رجلك ولا؟ لا لا طورت الحاله تاعها تطورت بدات كأ... آه 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 ايوا في الصغر كنت نمشي عليها نورمال ومن بعد شغل بدات بلاقه بلاقه وهكذا ما مع اصحابك ولا كذا وتحس واش راح تدير؟ واش تحس وش راح تحس انا شعور شعور تاع اي واحد كي تشوف ناس تلعب بلوطه ناس دير سبور ناس ت... ما والله واش راح نقول لك يا الحمد لله ولكن تعرف لي هذا ابتلاء الحمد لله يا ربي راضيين بقدر الله اللي جابت من عند ربي كاع مرحبا به والان في بير ريس العمليه نفسيا انت راك محضر لها؟ انا درك ما دام المشكل زاد اثر عليا كيما هاك ماذا بيا ندير العمليه على خاطر درك ما قدرتش وليت وليت نشوف في عفايس باللي حياتي كامله ماهيش ضاعت ما قريت ما درست درت ستاج ما خدمت ما درت والو ما قريتش على جال على جال خرجت كاتري ماني عاود ستاج ثاني جيت ندير عاود تحلت لي جرح كيما هاك ثاني زادو ما قبلونيش تما يحل لك الجرح ما تقدرش كاع آه ايوا ما تقدرش تتحرك تما الجرح إيه. مين ينحل من تحت؟ ما تعرفوش ما تعرفوش مين يحل المهم هذه البلايص من الفوق من تحت من الاخر من ما سما ما قلت لك ما قريت ما درت ستاج ما ما خدمت ما درت والو درك شيباني الحالة المادية تاعو راك تعرف وش راح تدير لازم درك ما الله ما الله ما على بالي يا شيخ. ان شاء الله خير ان شاء الله فيها خير. يعني احساسك الان في شوية امل من هذا الطبيب تاع بومرداس. ان شاء الله. في بروفيسور هذا ولا واش؟ بروفيسور, بروفيسور اسامة. وهذه عيادة خاصة؟ عيادة خاصة تاع بير رايس. اسمه اسامة 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 كيدوم ان شاء الله يسمع فينا بروفيسور اسامة ولا ولا احبابه ولا حي. ان شاء الله نتمنوا نتمنى شاء بربي الله بربي سبحانه وتعالى ان شاء الله يديروا لك اللي يقدروا يديروه باش تريكوبيري اللي تقدر تريكوبيريه يعني باش على الاقل ان شاء الله, إن شاء الله. يعني إن, شاء الله يا ربي. ان شاء الله بربي وانا ماذا بيا ربي اعطاني ابتلاني بهذا الابتلاء باش كاين الناس عباد وحد اخرى تنقوي ندير خير الحمد لله بارك الله فيك اللي عنده عاود لي عاود لي هذه الكلمة راك قلت كلام كبير

يبتلي بعضنا ببعض ولنستبق الخيرات فكل واحد راه يتحرك ولا يبذل ان شاء الله نستناكم خاوتي خواتاتي في الجزائر باش نعاونوا ولدنا زكريا هذا راه رايح يكون سبب لهاد الناس اللي يعاونوا باش يعطيهم ربي درجات عند ربي عز وجل لهذا الجنه دارها ربي عز وجل لمن لو كان كاع الناس لاباس عليها شكون يعاون الاخر لو كان كاع الناس بصحتها شكون يداوي الاخر لو كان كاع الناس اغنياء شكون يمد الاخر فربي عز وجل هو الذي رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم هذه هي سنه الله تبارك وتعالى في خلقه ولهذا ليس اي انسان يمد يده ويمد الخير ويعاون وليس اي طبيب يشوف بان الانسان انسان يشوفه كانه ولده ولا بنته ويتحرك معاه كحكيم من اجل باش يدير كل مجهود تاعه باش كم أنت عظيم يا ربي وكم أنت كريم يا ربي وكم أنت عظيم يا ربي هذا اللي نقولها ما شاء الله الحمد لله الذي جعلنا مسلمين والحمد لله اللي عدنا رب اسمه الله سبحانه وتعالى فان شاء الله زكريا يكون غير خير ان شاء الله ان شاء الله إحنا الله إحنا البرنامج واش غادي نديروا نوقفوا معك ان شاء الله في هذه العمليه إن شاء الله من بعد ما ان شاء الله يكفوا معنا المحسنين بعون تبارك وتعالى إن شاء الله ودير هذه العمليه في مرداس ونسال الله ان ان تكون موفقه إن شاء الله يعني على الاقل كما قلت يعني المحاولة وهذيك تبقى شي من عند ربي سبحانه وتعالى نكونك شجاع والحمد الحمد لله اللي جات من عند ربي مرحبا بها انا شقول ما عشت بها درك 22 سنه ما ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يا يعني ان شاء الله يكون يعني خير اخر كلمه قولها للجزائريين لما يشوفوا فيك في الداخل وفي الخارج واش تقول لهم؟ ربي يحفظهم وربي يجازيهم وما زال الخير في امه محمد حتى اليوم القيامه او الرسول يقولها ونشكر الشعب الجزائري كامل اللي وقف واللي ما وقفش واللي وكثر خير ان شاء الله خير يا ربي إن شاء الله خير وماذا بيا جماعه شباب شباب لغوات يعني ربي يحفظهم على خاطر معك هما وقفوا اللي وقفوا معايا في الخطره باش درت لي انا مدرت السكانير آه ودرت السكانير ودرت الحوايج العفايس هذو باش رحت للكلينيك بريفي الحمد لله كامل ربي يجازيهم ان شاء الله من استاذهم السي عمار الى كل اخ واخت يعني في الجمعيه هذه زيدوا وقفوا ان شاء الله جزاكم الله خير على الاقل يتوجهوا كذا والبرنامج ان شاء الله يوقف مع الله تبارك وتعالى والله يجازي كل الخيرين في الجزائر كل الجمعيات كل الفاعلين اللي راهم يوقفوا يمدوا يد العون لبعضهم بعض تحيه لكم تحيه كبيره وخاصه المحسنين والمحسنات وطبعا من هذه المحسنين والمحسنات يعني موجوده عندي قائمه اوليه الحمد لله في خير كبير الحمد لله الناس يتفاعل خاصه مع الحالات تاعنا خاصه الزبوجة كما عائلة الأيتام تاع وغيرها وغيرها الحمد لله احنا إن شاء الله الآن ما نخلي ما الحدث إن شاء الله عن قريب رايحين تستبشروا خير إن شاء الله بكل الحالات اللي فاتت معنا في هذا الموسم إن شاء الله تعالى إذا معنا هذه قائمة تاع ربي يجازي كل محسن المحسنات عندنا حليمة بن حميدي يعني قدمت هذا المبلغ وتقول الدعاء للوالد والأخت بالرحمة ولأمها بالشفاء ولأبنائها بالتوفيق ولأختها التي حضرت معها بتيسير الأمور والفرج إن شاء الله تبارك وتعالى وكنت شفتكم ربي يفرج ان شاء الله قلوبكم وينفس همومكم ويجعل هذا في ميزان حسناتكم ان شاء الله تعالى. عندنا كذلك محسنه من حي البدر تقدم كذلك يعني لصدقه جاريه، تقدم هذا المبلغ وتقول الدعاء لها بالصحه والعافيه وسعاده الدارين، اسال الله العلي القدير ان يرزقك سعاده الدارين يا اختي الكريمه. حسنه في الدنيا وحسنه في الاخره ويقينا واياك من عذاب النار امين يا رب العالمين. كذلك عندنا محسنه جات من ابتلاك يعني حي ابن تقدم هذا المبلغ وتقول الدعاء للوالد وهي مسكينه يعني كتقول يا شيخ وهذا المبلغ قلت لا لا صغير او كبير يتقبله الله عز وجل ويفرح يفرحنا احنا حتى احنا كبرنامج يفرحنا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اتقوا الله ولو بشق تمره فلا تحقرن من المعروف شيئا. اي حاجه ولو بالدعاء ولو بالكلمه الطيبه فنقول لاختي ان شاء الله الدعاء للوالد ربي يرحمه ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه قبره وانت يا ربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله جميله من الكمين تقدم هذا المبلغ وتقول دعاء لها بالصحة والعافية والشفاء، ربي يشفيك ويعافيك إن شاء الله. أختي عائشة من وهران كذلك تقدم هذا المبلغ وتقول دعاء لها بالصحة والعافية وأن رزق أبنائها زوجات صالحات وأزواج صالحين، نعم. يعني أسأل الله لهم ولكل جزائريين، ربي يرزقهم بالزوجات الصالحات وبالأزواج الصالحين وكاع اللي راهم ساكن مازال ما ربي إن شاء الله يفتح عليهم وي ويسر لهم إن شاء الله يعني أمور الزواج بعون الله تعالى، طبعاً هذه مبالغ لقضية للتجير. كذلك عندنا رفاس فافه أه تقول يعني تقدم هذا المبلغ تتبرع به وتقول للبرنامج وتترك يعني أه مبلغ صغير مليون ونص يعني كذلك تترك لها أه تقول صدقه جاريه على الزوج والابن رفاس اسامه الذي توفي في سن 25 سنه والدعاء له له ان يرزقها الله عز وجل او لها ان يرزقها الله عز وجل بالصبر طبعا هذه الانسانه وليدها مات جون مسكين ربي عز وجل يعطيك الصبر والسلوان وهو الله يجعلها ان شاء الله من اهل الجنه والله يوسع عليه في قبره ويجعل ان شاء الله قبره روضه المريض الجنه عدنا كذلك هذو كلهم باغي يديروا يعني في التجير يعني صدقه جاريه الحاجه زليخه كذلك من وهرن تتبرع بهذا المبلغ لعائله زبوجه تقول صدقه يعني عليها على زوجها وامها رحمهم الله تبارك وتعالى وقالت لك ادعي لي بالجنة نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياك من أهل الجنة من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كذلك الحاجة فاطمة من تور يعني آه يعني من تور تحفيز محسني مسجد تور يعني تقدم كذلك هذا المبلغ وتقول الدعاء للزوج وبنتها بالشفاء والصلاح لأبنائها وليداتك أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالهم وأن يثبتهم على دينهم في في ديار الغربه وانت يا ربي يجازيك كل خير ان شاء الله على هذا الاحسان كذلك محسنه من عين البيضة هي كفيفه تنقلت نعم نعقل عليك يعني كفيفه من عينها وتنقلت عندنا المقر الجمعيه في وهران وتقدم هذا المبلغ الدعاء لها بالصحه والعافيه الله يشفيك ويعافيك ويشفي كل المرضى تاع الجيري اللي رانا نشوفوا فيهم يعانوا مساكن معاناه كبيره سال الله تبارك وتعالى ان ان يشفي الصحه على الجيري يا ربي يشفي صحتنا وخليها تادي واجبها ناحيه شعبها باش هاد الناس ما يبقوش معذبين يبقوا مطيشين كما رانا فيهم عندنا كذلك آه عدنا عندنا هذه ام مريم من اضرار تقدم هذا المبلغ وتقول دعاء لابنتها بان ترى النور وان يحلها عقده من لسانها، نسال الله تبارك وتعالى ان يحلل عقدتها وان يفرج كربتها وان همها ان شاء الله ويعطيها الصحه والعافيه. ميمون ميسوم كذلك يقدم هذا المبلغ يقول دعاء للبنت بالشفاء والعافيه، ربي يشفيها ويعافيها ان شاء الله. بورقعه خيره كذلك تقدم هذا المبلغ تقول الدعاء لها بالصحه والعافيه وللابناء بالتوفيق الابناء بالتوفيق بعون الله تبارك وتعالى، ربي ان شاء الله يشفيهم جميعا ويبارك فيهم ان شاء الله تبارك وتعالى، كذلك الحاجة تاع الشلف اللي تلاقينا في في وادر نسأل الله تبارك وتعالى ان شاء الله ربي يتقبل منك ويجعل هذا في ميزان حسناتك انت وبنتك، ورب ان شاء الله يعافيك ويشفيك ويعطيك طول العمر، ان شاء الله ويحفظ لك الذرية ويجعلها صالحة بعون الله تبارك وتعالى، وكذلك ال ال الأخت الحاجة تاع تاع هيو يعني اللي هذه المره الثالثه او كذا اللي تعاون البرنامج جزاه الله كل خير، يعني عن طريق آه نسيبها اللي عايش في فرنسا، نسال الله هذاك بعد راك مشوق للجزائر، اسال الله تبارك وتعالى ان ييسر لك السبل ويفتح لك الابواب للرجوع ان شاء الله وتعود تشوف البلاد بعون الله تبارك وتعالى وربي يبارك لكم في وليداتكم، يبارك لكم في الزوجه، يبارك في هذه الحاجه. اللي راهي هي اللي 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 الامانه ونسال الله تبارك وتعالى لكم جميعا وللبنت كذلك اللي مريضه والكنه كذلك اللي مريضه ويعطيك الصحه الحاجه وجزاكم الله كل خير وربي يتقبل من جميع المحسنين والمحسنات ويعطيكم ان شاء الله خير مما انفقتم ويزيدكم من فضله ويفتح عليكم الابواب وما دامكم واقفين مع اولاد بلادكم والله لا نخشى على الجزائر شيئا ولا نخشى على شعبها شيئا بعون الله تعالى وحنا لابد نقعدوا نشعلوا الشمعه وما نسبوش الظلمه نشعلوا الشمعه وما نسبوش الظلمه ولا نيأس من روح الله ما دام كاين الناس رجال ونساء كيفكم في بلاد الشهداء في الجزائر العظيمه نقعدوا ان شاء الله اليد في اليد حتى ان شاء الله نقضوا بلادنا بعون الله تبارك وتعالى اذا ايها الاخوه ايتها الاخوات شتوا معنا اليوم زينب وشتوا زكريا والحساب موجود عندكم الهواتف موجوده عندكم تاجروا مع الله انقذوا هذه النفوس أعينوها ساعدوها يعاونكم ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والآن طبعا جاء وقت وين ندخلوا يعني في ركن الصدقة جارية بطريقة خاصة لأطمئنكم أيها المحسنون باش تتعرفوا أموالكم والراهي أنا حابين نديروا إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن هذا يأتيكم بعد هذا الفاصل ما تغيروش القناة اقعدوا معنا بارك الله فيكم اذا كما اردت ان ابين لكم منذ عده مرات نتكلموا على هذه الشفافيه ولتزيد طمان المحسنين وتعطيهم يعني قدره على الاستمرار وماذا بينا ان شاء الله نزيدوا كما نتعاونوا. فيه كثير من الجزائريين اللي تفاعلوا مع صدقه جاريه فيما يخص حفر الابار. فحبيت اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى لانه مازال ما كملتش الابار كاين اللي يكمل على 70% 80% كذا ولكن مازال ما كملش ولكن مع هذا حبيت باش اليوم تعرفوا كل محسن ان شاء الله اللي يعاون هذا البرنامج يعني وين راه واش من البير اللي راه عنده في في انتظار ان شاء الله انتهاء هذه الابار اذا الان ان شاء الله تشوفوا معنا عندنا مثلا نبدو بال رقمة مرقمه عندنا البئر الاول يعني رقم واحد هو راه موجود في في حاسي بحبح يعني هذا البئر رقم واحد راه دارت اختنا صونيا من عنابه يعني دارت هذا البير على دارت صدقه جاريه على محمد وربيحه هذا محمد وربيحه بابها امها وابيها يعني ربي يجازيها كل خير فراه في حسي بحبح وكنا انا شخصيا كنت وقفت على المشروع يعني في بدايه انطلاقته والان الحمد لله رب العالمين غير الصباح يعني كنت زدت سالت عليه راه 75% يعني راه ملاحقين 130 متر الماء الحمد لله وجدوا الماء ولكن ان شاء الله يزيدوا يهبطوا الى 150 متر راح يكون ان شاء الله الخير الكثير بعون الله تعالى في هذا في هذا الحاس نزيد نطمن اختي اختي سونيا ولا البرنامج رانا زدنا زدنا مبلغ اضافي لان التكلفه لهذا التكلفه لهذا الـ لهذا البئر هو 86 مليون طبعا الناس عاونتنا شويه في الحفير وفي كذا وكذلك غادي رايحين نديروا هذا جاي على الطريق رايحين نديروا مصلى وبيت الوضوء في نفس المكان اللي عند البئر باش يبقوا الناس العابرين هذيك الطريق تفوت يعني تروح للجلفه وتطلع يعني اللي يفوت من تما يشرب وكاع اللي يشرب طوير ولا انسان ولا حيوان بشراك سونيا على هذا البير ان شاء الله على والديك محمد وربيحه ربي ان شاء الله يرحم الوالد والام وراني وعدتك ان شاء الله نجي نزورها في عنا بعون الله تبارك وتعالى عندنا البئر الثاني عندنا البئر الثاني آه هذه أختنا المباركة يعني كانت تصل هي من فرنسا يعني من باري وعندها أخوها صلاح الدين مسكين مريض وتواصل معايا كثير يعني جزاه الله كل خير وهذا البير في المسيلة يعني موجود في المسيلة راه هنا صلاح الدين طبعا وعنده أخته كذلك صدقة على الوالدة نورين بختة رحمها الله تبارك وتعالى وقالت لي هذه الأخت قالت لي هذه نورين يعني كانت هي حابة تجي باش تدير هذا البير صدقه جاريه قبل هذه في شعال قالت فقدر الله عز وجل هي توفت وانا بنتها نقوم بهذا المقام ونخلي صدقه جاريه على ما الى يوم الدين فبشراك اختي من باري هذا هو البير ان شاء الله راه ينحفر في ولايه في المسيله في مدينه المسيله بالضبط يعني بالضبط بالضبط من القرب من المسجد يعني رايح يستفاد منه المسجد وكاع الجوارين هذوك اللي ساكنين كاين عشرات من الناس اللي راهم بلا ما رايحين يستافدوا منه التكلفه تاعه 180 مليون وانت راني عقل مديتي 160 مليون ف 20 مليون تلحق من هذوك بعض الاخوه والاخوات اللي اللي مدوا مبالغ صغيره في البير فاحنا هكذا نديروا يعني يبقى مبلغ نلحقوه باش ان شاء الله يكمل ولكن يقعد ان شاء الله ينكتب الاسم هذا ينكتب عليك ان شاء الله على الوالده رحمه الله تبارك وتعالى عليها والاشغال راهي به 85% ان شاء الله عن قريب اه نصوروه ونصوروا ربما معاه والميسيل والمكتوب الاسم بعون الله تبارك وتعالى عندنا البئر رقم ثلاثه كذلك هو آه طبعا هذا مش حفله تعقلوا لا معايا جاوني ربعة الاخوات هنايا وقالوا لي رانا عندنا اختنا توفت رحمها الله هما من الاربعه في البوليده توفت رحمها الله وقالوا حبينا يعني ما ندوا يعني المال تاعها اللي خلاته اللي ماتت المال تاعها واحد شويه تاع ذهب قالوا رانا باغين هذا المال مع الذهب تاعها لها صدقه جاريه في بئر وراكم عاقلين كنت تكلمت عليكم الله اعلم في الحلقه الثانيه او الثالثه وخلونا ذاك الذهب هذاك الذهب بعناه يعني انباع جاب 135 مليون نقول لكم بالضبط يعني وخلت 62 مليون و20 دينار 20 دينار بياسة يعني جابوها كامل وكنا ننتظروا يعني حتى لقينا هذا البئر اللي التكلفه تاعو طبعا 167 مليون طبعا كيبقى قلت لكم حاجه زياده ولا نخسر تروح في بئر اخر او نزيدوا لهذا البئر فنقول لك خواتاتي الله يجازيكم خير الصالحات اللي الصالحات الطيبات اللي بغيتوا ديروا هذه الصدقه الجاريه على 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 اختكم رحمها الله تبارك وتعالى، اذا هذا هو راه رقم البئر رقم ثلاثه المتوفيه من البليده طبعا اذا حبيتوا بعثوا لنا اسمها نديروا عليها ما كانش مشكل اعطونا اسمها المنطقه في عين صالح انغر في عين صالح انغر وفيه حيوانات رايحه تستفاد وامور كثيره وخاصه ممكن ان شاء الله غادي نديروا دي باسا, بتي باسا اللي باش كي تجي الماشيه فايته ولا يجوا يزيدوا يشربوا منه بعون الله تبارك وتعالى التكلفه 167 مليون والاشغال الان لانه هادو هادو تاع صالح رانا غير كي ان شاء الله من بعد اللي مروا معنا خاوتنا لا شفتوا راكم منذ اسبوع او اسبوع اسبوعين اقل من اسبوعين اللي مروا معنا باش طلقنا هاد المشاريع ان شاء الله ورانا نتابعوا فيها بعون الله تبارك وتعالى عندنا كذلك البئر رقم اربعه هذا طبعا جاني واحد من اخواننا هنايا من محسنين كان يتعامل مع السي مع السي كان حاب يدير هذا البير معه وتوفي يا بوناب رحمه الله فجال عدنا جاب هذا المبلغ يعني نقول يعني جاب 100 مليون ولكن ما يقدرش يدير البير هذا تاعو اللي هو 190 مليون فوزدنا معه زدنا معه ثلاثه تاع المحسنين محسنه من وهرن الحاجه حليمه ومحسن بن العباس اللي جات لعندي ومحسن حليم ناصر الدين وصدقه طبعا على الاب تاعو عامر بودواو وبقيه المحسنين فهقدر يحكون الله يعلمكم فاللي زيتو راكم ان شاء الله داخلين في هذه البير بعون الله تبارك وتعالى وهي صدقه جاريه على الوالد تاعك رحمه الله تبارك وتعالى عليه وعلى الاخوه والاخوات اللي مدوا ديك المبالغ المتواضعه اللي زدنا كملنا هذا البير طبعا هو المرحوم عامر بودوا قلناها زكريا هذا المنطقه في زكار عين البيضة في ورقلة وراها خلاص نظن المشروع على 85% والله يجازيك وبالمناسبه طلبني اليوم الاخ الكريم زين اللي راه هو رئيس الجمعيه تاع ورقله اللي راه واقف بيديه يقول لي ادعي لي ربي عز وجل للزوجه وللابناء ربي يصلحهم اسال الله راه واقف على ثلاثه تاع الابار الليل مع النهار راه واقف عليهم في ورقله اسال الله ان يشفي زوجتك وان يصلح لك اولادك وهذه الوقفه اللي راك واقفها خويا إن شاء الله ربي ما يخيبش ويكونوا الأولاد صالحين بعون الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله عام قريب نفرحوا ونتصوروا معاه ما يجري، إن شاء الله وكامل الجزائريين يفرحوا بعون الله تبارك وتعالى. عدنا كذلك البئر رقم رقم خمسة. هذا البئر رقم خمسة طبعًا اللي راه قدامكم، جاتني هذه المحسنة طبعًا أم صديقي ما نقولش اسمه، يعني ودارت هذا البئر يكون إن شاء الله تبارك وتعالى صدقة جارية على والد على الوالدة وعلى الوالد يعني فلاحي رحيمه بنت احمد والحاجه زينب يعني كامل عليهم يعني حتى عليها وعلى روحها ورا عندها بارثان كذلك ان شاء الله تبارك وتعالى هذه هذه من الصديقيه من وهرن ربي يحفظها ان شاء الله ويجزيها كل خير ويكون هذا صدقه جاريه على كامل الناس على العائله بعون الله تعالى المنطقه هذا دنا في تيزي وزو راه الحمد لله الاشغال راه في 45% واكيد اليوم تكون اكثر لانه راهم يعملوا تما واقفين الحمد لله خاوتنا الحفارين هذوك تاع البرج تحيه لكم بكم جزاكم الله كل خير برج بوعريريج وان شاء الله التكلفه هذه 64 مليون علاش 64 مليون؟ لانه جماعه البرج القبائل تاع تاع تيزي وزو تما راهم هما داروا النص وحنا دا والاخت هذه دارت النص يعني باش نكملوا ان شاء الله هذه البير بعون الله تبارك وتعالى عندنا البئر رقم سته هذا البئر رقم ستة هو المحسنة كذلك من هي نفسها طبعا اللي قلت قبيله من وهرن هذه طبعا حكايتها يعني هي جات لهذا البير ولما سمعت تيزيزو قالت نزيد ندير في تيزيوزو كذلك تاع الصديقيه صدقه جاريه على فلاحي رحيمه بنت احمد والحاجه زينب هكذا قالت لنا وهكذا ان شاء الله يكون في هذا البير بعون الله تبارك وتعالى هذا البير طبعا راه في منطقه برج باجي مختار في برج باجي مختار في اخر نقطه في الجزائر التكلفه 160 مليون والاشغال تاعو 30% لان خونا تاع برج مختار شويه تعطل ولكن ان شاء الله يعاود يرجع ان شاء الله تبارك وتعالى وتجي الاله ونبدو نحفروا بقوه بعون الله سبحانه وتعالى طبعا راكم تشوفوا انا مش نشوف الصور الصور هذه كلها لكم راكم تشوفوا وين ما نديروا تشوفوا الصور كيف راهي تكون ان شاء الله تبارك وتعالى وفي الايام القادمه ان شاء الله يزيد يتقدم هذا المشروع بعون الله تعالى عدنا كذلك البئر رقم سبعه المحسنه هذه من ربي يحفظك اختي تاع قسنطينه جزاك الله كل خير كنت حارصه 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 حتى ربي عز وجل وفقك وان شاء الله يكون لك هذا البير بعون الله تبارك وتعالى هي من يعني تقول صدقه ديروها على المرحوم الوالد بومرداس عيسى رحمه الله تبارك وتعالى عليه المنطقه في عين صالح بمنطقه ايميزر في في عين صالح والتكلفه 85 مليون لانه رايحين نديروا باللينرجي سولير بالالواح هذيك الشمسيه وراكم تعرفوا المضخه والا يتق... والله يجازيهم يعني يعاونونا في الاسعار لهذا يعني السعر رجع في هذا الثمن الحمد لله والاشغال ب 30% ولكن راهم أشوفال يعني لانه رانا عاد كيطلقنا هذه المشاريع وان شاء الله يكملوا نتصوروا معاه وتشوفي الاسم تاع المرحوم رحمه الله تبارك وتعالى عليه. عندنا البئر رقم ثمانيه هذا المحسنه فاطمه مزيان صدقة على الزوج رحمة الله تبارك وتعالى عليه مزيان الصغير رايح تكون صدقة شحال الزوجات الوفيات جزاك الله كل خير فدير هذا المبلغ يعني 85 مليون نسبة الأشغال في 30% والمنطقة راه في تغرمت في عين صالح نسأل الله سبحانه وتعالى ربي يجعلها صدقة جارية على هذا الزوج وين ما يشرب إنسان ولا حيوان ولا طير راه صدقة إن شاء الله تلحق بعون الله تبارك وتعالى وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صدقة سقيا ماء البئر رقم تسعة عندنا المحسنة من باتنا صدقة على أختها رحمة الله تبارك وتعالى عليها شوفوا الحمد لله عندنا مرة دير على رجلها مرة دير على أختها خواتات يديروا على أختهم ما كان الخير في البلاد الحمد لله رب العالمين إذا هذه المحسنة من باتنا ربي يحفظها دير صدقة على أختها اللي هي فضيلة تقوى رحمة الله عليها المنطقة سجن في عين صالح التكلفة طبعا هادو كاع الابار جاتنا هذه التكلفة تاع 85 مليون اللي ياكل بزاف هو اللوحات هذوك الشمسيه والاشغال راهي قلت لكم في عين على 30% لانه رانا عاد كيطلقنا المشاريع وان شاء الله في الايام القادمه تكون كامله بعون الله تبارك وتعالى ربي يتقبل منك وتكون ان شاء الله صدقه جاريه. عندنا البئر رقم 10 آه طبعا هذه محسنه من قسنطينه دي صدقه على زوجها وولدها رحمه الله عز وجل عليهم. رجلها ولدها ماتوا رحمهم الله ودارت هذا البير صدقة جارية عليهم ربي يرحمهم طبعا صدقة راح تكون على يونس عواطي وعبد الجليل عواطي رحمهم الله المنطقة في صموطة في تيميمون وتيميمون راكم تبعتوا معنا يعني فيها فيها البير وكاين الاشجار وكاين المدرسه القرانيه ولكن انت راكي في البير والتكلفه تاع هذا البير 140 مليون جزاك الله كل خير يعني امانتك دخلت وراهي ان شاء الله تساهم في هذا البير لان احنا ندفع لهم بالدفعات وفي الختام ان شاء الله تبارك وتعالى نكملوا كلش نسبه الاشغال تنطلق الاشغال هذا الاسبوع نعم لانه تيميمون يعني اشكاليه كبيره في ايجاد الاله و و واطلاق المشروع ولكن ان شاء الله تبارك وتعالى هذه الايام عين صالح تزيد تمشي وتيميمون ان شاء الله نقلعوا فيها وخاصه كذلك مع بالتوازي مع المدرسه القرانيه بعون الله تبارك وتعالى عدنا كذلك رقم 11 وهذا البئر رايح يكون يعني في المنطقة ورقلة حاسي عبد الله راه ان شاء الله راه على وشك لان ورقلة راه متقدم التكلفه تاعو 190 مليون والاشغال به راهي في 85% دائما تحيه ليك يا رجل الجمعيه خويا زين جزاك الله كل خير راك واقف على هذا على هذا المشاريع وربي يتقبل منكم ان شاء الله عندنا البئر رقم 12 المحسنة دليلة من فرنسا طبعا هذه كذلك صديقة البرنامج ومتابعة وفية له جزاه الله كل خير يعني تقول هذا صدقة على المرحومة حمودي خديجة طبعا المرحومة هذه حمودي خديجة الوليدة تحرم بيرحمها والمنطقه راهي غادي يكون في بريزينا في البيض بريزينا اللي رحنا لها فيها فقر مدقع والماء ما قليل راح تم ان شاء الله الحمد لله خويا رشيد رئيس جمعيه رعايه اليتيم آه المنطقه يعني آه راكم تشوفوا فيها الله اعلم راهي لهنا هاي لهنا وراهم ينعتوا فيها كامل البنات المنطقه داروا الكواغط تاعهم كامل الحمد لله الان سينطلق المشروع بعون الله تبارك وتعالى في هذا الاسبوع بعون الله سبحانه وتعالى فتكون المرحومه حمودي خديجه وفي ولايه البيض بلديه بريزينا بالقرب من مسجد المجاهد يعني ترتاشي عبد القادر اللي بغى يروح يشوف فتكون حد المسجد اصحاب المسجد يستفادوا الحفظ القران يستفادوا والماره يستفادوا والفقراء تاع المنطقه يستفادوا فجزاك الله كل خير يا اختي دليله من فرنسا جزاك الله كل خير عندنا كذلك البئر رقم 13 البئر رقم 13 عندنا المحسن هذا محسن من لوكسمبورغ من لوكسمبورغ يعني محسن نعم لوكسمبورغ كان جاو عندي الاخوه هنايا وقلت لهم روحوا فيرسو وفيرسو هذاك المبلغ والحق الحمد لله رب العالمين يعني في يماني الجلالي رحمه الله المنطقه في برج باجي مختار اللي هي في اخر نقطه هذا اللي قلت لكم شويه اللي قلنا ادعوا له ربي باش يزير روحه تاع برج باجي مختار رانا رانا من ورائك والزمان طويل ان شاء الله زير روحك وحنا رانا موراك ان شاء الله انت والاخوه اللي واقفين معك باش نكملوا هذا الابار بعون الله تبارك وتعالى عندنا التكلفه 160 مليون ونسبه الاشغال 30% عندنا كذلك الرقم 14 آه المحسن من البوليدا هذا المحسن من البوليدا هذا هذا راهم مشاركين فيه يعني ثلاثه تاع الناس او ربعه تاع الناس محسن من البليده ومحسنه من سطيف وام هاجر من دراريا وصدق صدقه في سبيلها طبعا صدقه جاريه على هؤلاء الثلاث جزاهم الله كل خير قلت لكم المبالغ اللي ما تلحقش باش نديروا بير واحد اللايم وزوج ثلاثة أربعة خمسة على حساب الآخر ونديروا بير كاين مثلا مجموعة كبيرة رانا رايحين نديروا بهم زوج تاع الآبار لأنه كل واحد قالنا للبير ولو مئة ألف نخلوها للبير وهكذا إن شاء الله ربي يوفقنا جميعا فجزاكم الله كل خير عندنا البير رقم 15 المحسن من الطارف صدقة على أه صدقة على الوالدين وسماه الرحمة بيسموه الرحمة البئر إن شاء الله نسموه الرحمة ويكون صدقة جارية على الوالدين هذا من المحسن من الطرف أه المنطقة في عين صالح التكلفة 85 مليون والأشغال كما شتوا عين صالح راهم في 30% فربي يتقبل إن شاء الله وطبعا موعدي معكم لما يكملوا كامل هادو تعودوا تشوفوا بالأسماء تاعكم وكلش بيعون الله تبارك وتعالى البير رقم 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 16 عندنا المحسن او محسنه من البيض هذه طبعا جات لعندي ربي يذكرها بخير ان شاء الله جات مسكينه دموحه على خدها طمأنتها قلت لها الرسول مات عليه الصلاه والسلام لا تقنطي قولي ان لله وانا اليه راجعون ولكن درتي حاجه مليحه لوليدك اللي تحبيه صدقه جاريه هذا البير ان شاء الله غادي يكون عليه ابنها حميته يعني ام حليفه المنطقه في سيلت في تمراست التكلفه 120 مليون والاشغال الان راهي به 45% ان شاء الله في الايام القادمه نبشروك وتشوفي الماء ان شاء الله وتشوفي الناس تستفاد بعون الله تبارك وتعالى عندنا البئر رقم 17 هذه المحسنه من سعيده فطبعا جات كذلك شفناها هذه الاخت لقيت بها المنطقه في ناظروك في تم والتكلفه 120 مليون سنتيم وتنطلق الأشغال هذا الأسبوع بعون الله تبارك وتعالى لأنه منطقة بعيدة باش يجهزوا الآلات والحفر وكذا يعني ليس بالأمر السهل ولكن إن شاء الله ستنطلق وعن قريب نزيد نقول يعني وين تكون الأمور بعون الله تبارك وتعالى ما رانا إن شاء الله هو كفين من مراهم حتى ينتهوا كل المشاريع بعون الله سبحانه وتعالى عدنا كذلك البئر رقم 18 هذا محسن هذه محسن أختنا من قطر هذه صدق على فاطمة بن نوار اللي هي يعني تكون عليها ان شاء الله صدقه جاريه والتكلفه 160 مليون ونسبه الاشغال راهي 30% بعون الله سبحانه وتعالى طبعا المنطقه وين في برج باجي مختار راك تشوف برج باجي مختار عندك خمسه تاع الابار فلابد ان شاء الله نتحركوا جميعا باش نكملوهم بعون الله تبارك وتعالى عدنا كذلك البئر رقم 19 هذه المحسنه غير هي يعني كانت قالت وعاودت مسكينه اتصلت بي، اختنا سونيا تعنابه اللي كانت عندها البئر تاع رقم واحد اللي دارته على يماها وباباها، فكذلك جات بغات تدير هذا البئر رقم اثنين على عليها وعلى خوها، طبعا ان شاء الله يكون صدقه جاريه على خوها نور الدين وعليها هي سونيا، وانسانه فيها الخير جزاها الله كل خير وربي يبارك فيها، وهذا البئر رايح يكون ان شاء الله في ورقله من الابار اللي تقدمت طبعا كان فيه واحد سبحان الله ما مشاش نقلع ودخلت هي أه 160 مليون أه 85% 160 مليون وهي بعثت 180 مليون اذا هذيك 20 مليون رايح تروح ان شاء الله البير اخر او كما قلت لي يعني للتجير او لاي حاجه جزاك الله كل خير وبارك الله فيك المنطقه في ورقلا وأختي سونيا إن شاء الله يكون هذا صدقة جارية عليك وعلى خيك وربي يشفيه ويعافيه إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا البر الأخير اللي هو رقم 20 هذا خويا طاهر زياني اللي هو عضو معايا في كافي اليتيم تاع عندهم عنده أمه عزيزة عليه بزاف 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 الحاجة الشهلة المجاهدة الفحلة. ربي يطول في عمرها وربي يشفيها ويعافيها الآن تجاوزت 63 93 سنة. هذا اللي انا نحبها كثير فيدير عليها هذا البير صدقه جاريه ان شاء الله تبارك وتعالى ورايح تكون طبعا رايحه في المنطقه تحتمل رصد تكلفه 100 مليون والنسبه الاشغال سيتنطلق ان شاء الله هذا الاسبوع لان خويا طاهر قال لي في منذ ثلاث ايام اللي قال لي ان شاء الله باش يدير هذه الصدقه على الوالده تاعه اذا كل هؤلاء العشرين بير هؤلاء المحسنين اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منكم واسال الله العلي القدير أن يجعلها صدقة جارية إلى يوم الدين عدنا الآن خمسة عدنا خمسة على المحسنين موجودين خصنا خمسة على الأبار ولكن في إخوة في وهرن في بالعباس في, في تلمسان في, في مغنية كان كثير من المناطق الإخوة راهم يسعوا باش يجيبوا الرخص على الحفر ويجيبوا بأن الأرض تكون وقف لله تبارك وتعالى ويديرون الدراسة جيوفيزيك ويديروا لنا التقييم المالي ويبحثوا لنا وتزيد ان شاء الله القائمه تكبر بعون الله سبحانه وتعالى اذا في الختام ان شاء الله نتمنى كل خير لخاوتي نتمنى كل خير لولاد بلادي اللي راهم حيرونا بخيرهم و وانا حبيت اليوم هذا الشيء فقط باش نخليكم انتم مطمئنين جزاكم الله كل خير على الثقه ولكن نزيد نعطيكم اطمئنان على اطمئنان ونقول لكم بلي ان خيركم واحسانكم راه في بابه وراه كاين ناس واقفه عليه وتحرص فيه وتتابع فيه باش ان شاء الله هذه امانه في اعناقنا ما نخلوهاش تروح ان شاء الله ويوم القيامه بعون تبارك وتعالى ربي يجازينا ويجازيكم ان شاء الله على كل شيء لكم تقدموا فيه لاولاد بلادكم والجزائر الحبيبه تاعنا ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا في الختام عدنا هذه القائمه من المحسنين ندعو لهم الله سبحانه وتعالى يعني بسرعه عندنا اختنا من العاصمه محسنه من داي تقدم هذا المبلغ تقول صدقة على الوالد المتوفى بالكوفيد رحمه الله تبارك وتعالى منذ أسبوعين فقط توفي وتقدم عليه الصدقة أولا هذا الشهيد نسأل الله أن يجعله من شهداء من شهداء من من مع النبي صلى الله عليه وسلم وربي يتقبل منك أختي الكريمة عندنا كذلك محسنة وهرانية من عين البنيان إيه نعم عقلتك يعني جات كذلك ربي جزاك كل خير وتقدم هذا المبلغ للمدرسة القرآنية المدرسة القرآنية الدعاء لها بالصحة والعافية وعندها أمنية حبة حج اسال الله ربي عز وجل يرفع علينا الوباء وتفتح ابواب مناسك الحج وتروح ان شاء الله بعون الله تعالى ملبيه محرمه ملبيه ساعيه في بيت الله تبارك وتعالى ان شاء الله. عندنا كذلك عمي رابح من بروبه يقدم هذا المبلغ ويقول الدعاء له بالصحه ودخول الجنه ولاولاده بالحفظ يعني صاحب راني صاحب العكاز. ربي يحفظه ان شاء الله تبارك وتعالى. هذا عزيز علينا كثير ودائما يعاون البرنامج ربي يجازيه كل خير مجاهد هو وليده ربي يحفظكم ان شاء الله الحاج خويا وبارك الله فيك لي جيت عندك للسياره جزاك الله كل خير ويبارك فيك ان شاء الله ام عبد الرحمن من القبه اذا كان هو الله اعلم ام عبد الرحمن من القبه تقدم هذا المبلغ وتقول الدعاء للابن بتيسير الامور والشفاء للوالدين ربي يشفيهم ان شاء الله هذه محسنه كذلك من من خريسيه تقدم هذا المبلغ لحفر البئر وتقول الدعاء لها بالشفاء والحصول على مسكن لانها تعاني من غلاء الكراء نعم نعقل عليك اختي بزاف ناس مساكن يعانوا من الكراء تلقى واحد قاعد يدير فوضاوي يعطوه يعطوه بيت اجتماعي يغدا يكريه الواحد مثل هذا معلم ولا استاذ ولا مسكين ما عندوش وين يسكن لانه لانه مرات السكن الاجتماعي ما يروحش في بلاصته، يروح عند البزنسة الا من رحم ربي تبارك وتعالى. فتقول ان شاء الله ربي يوفقك ويجازيك ويفتح عليك الابواب ان شاء الله. عدنا كذلك محسن من دويرة يقدم هذا المبلغ لحفر بئر الدعاء لها ولزوجته بالاجر والثواب ان شاء الله تبارك وتعالى. عدنا كذلك اسره ابو يونس. يقدم هذا المبلغ يعني زكاه للايتام الدعاء بالشفاء لابنها المعاق ولابنتها التي تعاني من السحر ولابنها بالصلاح والهدايه وابنتها ان شاء الله يا ربي ربي يشفيهم ويعافيهم ويرفع عليهم ان شاء الله يفك سحرهم ان شاء الله تبارك وتعالى. عندنا كذلك مغتربه من من نيس في الشلف تسلم المبلغ لوسطاء الخير خاوتنا يعطيكم الصحه خويا سفيان والله راك ما شاء الله عليك خاوتكم راكم قابلين الحاله تاع ربي يجازيكم كل خير فهذه جابت هذا المبلغ واعطاتها الخويا الخويا سفيان وتقول دعاء بالصحه والهدايه للاولاد وبطيب العيش الله يهنيك مع زوجك والله يطيب عيشتك معاه والله يحفظ لك الذريه ان شاء الله تبارك وتعالى عدنا كذلك من سطيف مجموعه من لي يا ودي اولاد الفواره يعطيكم الصحه بارك الله فيكم يعني مجموعه من لي جون جاوا للحاله تاع الزبوجه هذوك الايتام العشره وجاو وخلصوا يعني دفعوا مبلغ مشاو هما يعني خلصوا به مواد البناء بعض من مواد البناء لان البيت الان راه بدا شرعنا فيه من قبل الامس شرعنا في بناء البيت ان شاء الله اللي رايح يكون فيه طابق سفلي وطابق علوي تاع ان شاء الله تبارك وتعالى كما وقفتوا معها رايح تكون ان شاء الله في القمه بعون الله تبارك وتعالى فيقدم هذا نقول لهم لي جون تاع الصيف ربي يحفظكم ويبارك فيكم ويجعل هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامه والصيفيه ما تنساونا زيدوا وقفوا معنا ان شاء الله في كل حالاتنا اللي نقدموها في البرنامج جزاكم الله خير عندنا كذلك من دبي محسنة تقدم هذا المبلغ وتقول الدعاء لها بالشفاء ولولدها بالخير نسأل الله العلي القدير ان يتقبل منها وان يحفظ لها الوليد ان شاء الله ويحفظك في الغربه في بلاد ان شاء الله في المهجر الحمد لله في بلاد دبي وربي يجازيكم كل خير ويجازي كل المحسنين والمحسنات بدون استثناء عدنا كذلك وحدة يعني نسنو عدنا أخونا مراد هذاك اللي سوق ديك اللوطو البيضة هذيك تاعو فعلوا الخير يعني راه عند الزوجة تاعو مريضة بالكورونا نسأل الله العلي القدير أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما يعني ما شاء الله عليها وكذلك عدنا اختنا هذه ليلى ربي ليلى عزي الان راهي اوسبيتاليزي يعني في في تركيا في اسطنبول ورايحة تجرى لها عملية في الأيام المقبلة حافظة لكتاب الله متخصصة في الشريعة الإسلامية كانت إنسانة ناشطة في العمل الخيري وأسأل الله العلي القدير أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وجعل هذه العملية بردا وسلاما عليها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين كما نسأل الله تبارك وتعالى لبلادنا بالخير والأمن والأمان والسلم والسلام ووحدة صفنا وجمع كلمتنا ويطرد الشيطان من بيناتنا ويحفظنا يا ربي في هذا البلد ويجعله بلدا امنا مستقرا رخاء سخاء ولسائر بلاد المسلمين وفي الختام اسال الله ان يغيثنا غيث النافعه اللهم اغيثنا غيث النافعه اللهم اغثنا غيث النافعه ينفع العباد وينفع البلاد وينبت لنا الاعشاب في كل مناطق الجزائر وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.